مرحبا، يا مساء الخير، يا صباح الخير، كيفكم أصدقائي؟ اشتقت لكم كثير، اشتقت ليوتيوب كثير. حبيت اليوم أخذكم معي، مو اليوم، هو هذا الفلوك حيكون على مدار أسبوع تقريبا أو كم يوم ما بعرف. عندي اختبارات فاينل وزاري نهاية السنة، هي بتكون آخر اختبارات لصف عاشر. مشاعر ملخبطة، أشياء هيك حلوة إني خلاص رح أخلص، نفس الوقت بحس دائما هيك بالنهايات بحس مشاعر غريبة إنه خلاص هذا آخر امتحان بصف شي، هذا آخر شي بشي. الأسبوع الجاي يوم الاثنين حيكون عندي مادة رياضيات، وأنا حاليا عم بدرس رياضيات، عندي منهج كتير كبير، عندي حوالي 20 درس. وطبعا بدي ادرس فيزياء كمان لانه بين الماده والماده يوم واحد، فما بلحق اخلص كتاب كامل لماده وانا عم بدرس ماده. فهمتوا علي؟ خلص كلكم مجربين هذا الشعور اكيد. فهيك رح اخذكم معي بدراستي وبروتيني بهالكم يوم، بتمنى يا رب نستمتع سوا وهيك يكون اقدر اعطيكم حافز دراسي حلو، اعطيكم هيك شويه ما بعرف شو ان شاء الله، بس هيك بيكون فيديو بيأثر فيكم ايجابيا ولو هالقد. مبدئياً عجقة الدراسة بتكون غير شكل، شوفوا لا 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 لا، المنظر كارثي. هلأ فعلياً كان مرتب، بس أنا فتحت كم شغلة، فتحت هدية، رفيقتي كان جايبت لي هدية، ثواني خليني أورجيكم إياها. فتحت هذا، كان بقلب البوكس هذا الكفر موبايل، كتير كتير حلو، بحب كتير الهدايا اللي هيك بتضل ذكريات، فثانك يو رفيقتي. من شوي كنت عم بدرس، خلصت تقريبا كمية الحمد لله يا رب كمية كبيرة، بس هلأ أخذت شوي بريك، فأخذت بريك هيك بسيط لأنه صراحة لازم أخذ بريك. كنت كتير تعبانة، كنت فايقة تقريبا من تسعة حرام ما بدي كذب، من التسعة لهلأ الساعة تقريبا أربعة، كل هذا الوقت كان متواصل دراسة، فأخذت تقريبا ساعة بريك ولا راجع. تعالوا معي. أصدقائي كيفكن؟ أوكي بعرف كنت معكم الصبح وفجأة قلبنا لليل. اللي صار إنه حسيت إنه نهار راحك وأنا ما صورت لكم إياه من أوله، فرح أبدأ معكم بروتيني المسائي بالدراسة للفاينل. أوكي تعالوا أحكي لكم شوي قبل ما أكمل، لأني أنا أخذ هلأ بريك. مبدئياً هذا الكتاب، هذا كتاب رياضيات تبعنا، هذا الكتاب لفصل واحد تمام، هذا كله رح نمتحنه يوم الاثنين تمام، بعد بكرة يعني. هاي الفكرة، يعني هيك بتحسوا انه بناخذ شوي فوبيا من موضوع الامتحان الوزاري، بيكون عنا كميات هائلة وبيكون عنا فترة الدراسة كتير 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 قليلة. نجي بس على الواقع، خلاص بتحسوا انه سبحان الله الله بيمشي كل شيء، يعني خلاص بتحسوا اوكي اكلين هم الامتحان وخايفين ومتوترين، بيجي الامتحان بنلاقيه مرق من لح. ايه فكنت اللي عم حاول اعبر عنه الصبح، كنت عم بحكي بس معجوقة، انه هاد بيكون اخر امتحانات بصف عاشر، نحن خلاص خلصنا هيك بنكون ختمنا صف عاشر باذن رب العالمين. هاي السنة كانت سنة صراحة مميزة، سنة فيها شيء هيك، فيها اشياء مميزة مرت. سنة كانت سنة واقعية بعد سنتين أونلاين، كان الموضوع كأنه عم نتغلب على فكرة الكسل، عم نتغلب على العادات اللي هي الخمول والكسل اللي كنا منعاني فيها خلال فترة كورونا. قدرنا نخلق شغلات كتير حلوة بهالسنة. حابة إنه أقول لك كل هلأ طالب أو طالبة أو أي حدا عم يدرس بالحياة، المكان اللي أنتوا فيه هلأ لو ما الله عارفان وواثق انه انتو قدرانين تتخطوا هالمكان، ما كان حطنا فيه وما كان حطكم فيه. ومثل ما معلقة على البورد تبعي بيقول، نحن اعماق من ان ننطفئ، نحن نجوم سرمدية. على كل، تعالوا ورجيكم البلان او الخطة اللي انا عاملتها لكم شغلة هلا بدي اعملهم، وشوف كيف رح نخلصهم سوا. اوكي اصدقائي خليني ورجيكم مقرر الدروس اللي انا عليها وشو مخلصه وشو ضايل علي. اليوم هو يوم الجمعه، انا بدات امبارح تمام، اليوم هو شو يوم الجمعه وانا بدات امبارح، والامتحان بعد بكره تقريبا. فعندي بماده الرياضيات اختبار 20 درس لازم اكون فل مخلصتهم كاملين الحمد لله يا رب العالمين. اليوم خلصت حوالي 15 درس مراجعه، 15 درس خلصت ولسه على أمل إني أخلص كمان درسين أو ثلاثة. يعني أنا هلأ تقريباً الساعة تقريباً 9، أنا بودي إني أخلص درسين لثلاث دروس،
بكرة بضل عندي 19 و20، وبعدين خلاص بعمل بس مراجعة كاملة للمادة وبخلص منه وببلش بمادة تانية. الدروس هدول الآخرانيات شوي صراحة بدون شغل، بدون حفظ كتير. مرة كنت عم بحكي أنا ورفيقتي، عم تقولي أنت بتدرسي بالليل ولا بالنهار؟ أو شو بتحبي بالليل أكتر ولا النهار؟ صفنت هيك ساعة أفكر بشكل عام، أنا هلأ أنا إنسانة نهارية ولا ليلية؟ بسم الله. أوكي، مبدئيا البيت فاضي، كلهم طالعين مشوار وأنا قاعدة، فا إيش عم يوقع وإيش يطلع صوت بالبيت عم ارتعب. ولقيت إنه صعب فكرة نختار بين النهار والليل، أو صعب نختار شو أحلى بالنسبة لنا. بحس كل وقت إله هيك إله خلاص جوه، يعني سبحان الله الحمد لله إنه عنا هاي الميزة إنه نحنا عنا فصلين من النهار، نهار ومساء، فينا نختار إمتى نعمل شيء بحياتنا. مثل يعني هيك مثل اللي عنده قسمين، يا بتختار هي يا بتختار هاي، وهو على الحالتين حيمر عليه شغلتين. بس كبركة بحس صراحة بحس البركة بنهار أكتر. تو شو رأيكم؟ عن جد بحس إنه وقت بحس إنه بنهار بخلص كمية أكبر، بخلص كمية أكبر، بحس لسه نهار لساته يعني. أوكي، أعطيكم هيك إجراء من الإجراءات اللي بعمله بفترة الامتحانات، إني بلخص أهم الأفكار اللي بدي إياها، يعني الأفكار اللي هي مهمة كتير وأنا ممكن أنساها وممكن تروح من بالي. فشوفوا عاملة هون هيك بخط صغير، يعني بس اهم النوتس مثل ما بيقولوا. شوفوا، ولسه يعني انا بالعادة بعمل شيء 4 اوراق ملخص للشغلات المهمة. يا صباح الخير والورد والياسمين والفل عليكم حبايبي. بدأت قبل شوي صحصحت، عملت كوفي وعملت شيء اشربه وبدأت فورا، لاني امبارح مو حكيتكم اللي كنت ناوي خلص 3 دروس، خلصت نص درس بس صراحة لاني كنت كتير كتير تعبانة، وصار خلص هيك انا عم بقرأ هيك عيوني هيك انه خلص بدينا، فسكرت وقلت ان شاء الله بفيق بكير، والحمد لله يعني قدرت فيق بكير شوي، خلصت كم شغلة ولساتني مستمرة. طبعا لا احدثكم عن عجقة المكتب والدراسة، ماني مصدقة امتى اخلص حتى هيك افضك هذا المكتب من الكتب والاوراق وخلص خليه هيك مكتب رايق، يعني هاد تبع قهوة ولابتوب وهيك بس. تعالوا احكي لكم هيك شغلة من الشغلات اللي جربتها. اول شيء اذا كنتوا عم تدرسوا حسيتوا هيك بجو ملل، زهقتوا من المكان، روحوا جيبوا عطر ورشوا، خففت على القهوة ورشوا، بتحسوا بيعطي هيك جو للمكان كتير حلوة، بتحسوا حالكم هيك غيرتوا شوي الجو. عن نفسي عم رش هذا العطر ريحته ياسمين، تمام؟ فكل ما رش بحس اني قاعدة بحديقة، وهيك فوت بحلم اني قاعدة بحديقة وما بعرف شو ورد وهيك، بس عن جد جربوها كتير حلوة. اتذكرت شغلة انه من الأدعية اللي جدا لازم الإنسان يضل يتذكرها ويقولها، دعاء كثير بننسى نحن، وعند لو بنطلع شوي بنقول انه قديش نحن بنحتاج هالدعاء بس نحن كثير بننسى، اللي هو الدعاء بالبركه، انه ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا بوقتنا. الوقت اكثر شيء ممكن يمرق بسرعه بالدنيا، ففكره انه نحن عم نشتغل والوقت عم يمضي اسرع من شغلنا فكره جدا يعني بتضايق. لهيك خلوا هيك في قدامكم دائما ورقه، كل ما تحسوا حالكم انه انتم مقصرين بشيء قولوا اللهم بارك لنا في وقتنا، اللهم بارك لنا في جهدنا، اللهم البركه. فهيك ذكرت لكم هالشغله، ما بعرف انا لاني حاطه ورقه على البورد تبعي كاتبه دعاء البركه، فكل ما احس اني بمشي بطيء او الوقت عم يمرق علي بسرعه بقول الدعاء هذا، فحبيت هيك اشارككم معكم.
يا صباح الخير ويا مساء الخير. هو فعليا مساء الخير يعني خلاص قدنا الظهر، بس انا هلا فقت من شوي. هلا يا في اشياء كثير بدي احكي لكم اياها، استنى شوي. شو صار اليوم الصبح وشو عملت وشوفوا عجقة المكتب والحياه هون معجوقه كثير. يا اهلا اصدقائي، رجعت لكم اليوم. قلت لكم في شغلات كثير بدي احكي لكم اياها، فمجهزت حالي وقلت لاقعد هيك فصفص لكم شو صار باخر كم يوم. بالمناسبه ما بعرف ليش عيني متحسسه شوي اليوم. المهم ما علينا، اليوم كان يوم امتحان الرياضيات، رحت الصبح قدمته ورجعت نمت طب، فهيك بكون خلصت اول ماده من المواد التسمه يعني كامتحان، وهيك بكون خلصت اخر امتحان رياضيات عاشر. شعور كتير حلو. كيف كان الامتحان؟ الحمد لله كان امتحان كتير منيح، الحمد لله حليت فيه كتير منيح. next عنا بكرة امتحان انجليش. الانجليش صراحة ما كتير يعني بدرسه لانه غالبا بيجي سهل، بس بعده عندي فيزياء، فانا مضطرة اني اليوم ادرس فيزياء. عندي اليوم وبكرة فيزياء، اليوم وبكرة وقت لادرس فيزياء، والمحطة الثانية هي فيزيكس. يعني الفيزياء مو دارسته من قبل، يعني اليوم بدي ابدأ مراجعة المنهج، بس يعني اني ماني مقسمته من قبل لانه كان ما عندي وقت ابدا، كان الرياضيات محتل كل الساحة، فشوي وقايمة جهز مود الفيزياء ونتخلص من الكركبة الرياضيات وعجقة الرياضيات. شوفوا قديش استخدمت ورق، بس بدي اورجيكم لسا اخر يوم، وان شاء الله بدنا نبدأ اليوم بإذن الله بالفيزياء. ابقوا معنا، سنعود بعد قليل. شوفوا العجقة، هدول الوراق اللي كنت عم حل عليهم مسائل، ولسه في هون كمان. فعليا افضل شيء انه بفترة الامتحانات ورياضيات وهالمواد اللي بدهم حل مسائل نجيب سبورة بورت، هذا اللي بيكون صغير، ونكتبه ونمحي، لانه يا كمية الورق اللي استخدمتها وقت بقول يا حرام. بس يعني عم بستخدمها عم حل عليها، يعني مو اني والله بس عم بكتب وروح كبة. هلا اصدقائي كيفكم؟ اليوم قررت اصور لكم هيك الصبح، انا وطالعه من البيت، عملت قهوه لصحصح. اليوم المود كتير نعسان ومزكمه هيك صوتي رايح. اليوم عندنا امتحان انجلش، بنكون خلصنا الماده الثانيه اتوقع، رايحين هلا على الامتحان. طبعا الجو شوب 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 شوب. هاي الكاسه اليوم اول يوم جربه، كاسه حافظه للحراره، بس اليوم اول مره بجربها، حجمها كتير بيبي. شوفوا يا هلا اصدقائي كيفكم، شو الاخبار؟ طبعا هيك انا اختفيت عنكم شوي بس انتم مو حاسين. بكره عندي امتحان فيزيكس فيزياء، الحاله طبعا متازمه هون. القصة انه انا مزكمه، انا الحمد لله يعني ما شاء الله مرضت يوم امتحان فيزياء ومزكمة وصوتي رايح وراسي كتير واجعني وما عم طيب إلا لأشرب حبة، وحالة هيك فدعولي. وحاليا عم بدرس، طبعا هذا الدرس كتير زنخ، تيارات المستحثة وما تيارات يا رب. شوفوا عم لخص هون الشغلات المهمة اللي بدي اياها هيك، عم مثلا هذا كله عبارة عن وحدة، يعني درسين، لخصت درسين بهالورقة اللي هن الأشياء اللي يعني هيك فيها شوية صعوبة. وحاليا بدأت بالوحدة الثانية ولخصت أول درس، ولسه حاسة إنه هذا الدرس كتير صعب وما عم بقدر أفهمه. ادعولي يا جماعة ادعولي. يا مرحبا أصدقائي كيفكم، صباح الخير. بعد شوي رايحة على الامتحان، عم راجع عندي فيزياء مثل ما قلت لكم. طبعا التوتر مليون، قولي قاعدة عم راجع قبل ما اروح، الساعة تقريبا لسه 7. والشي المتعب مو هو المنهج قد مو الشي المتعب كان اني انا كنت مرضانة، فهيك في خمول شوي جواتي. يلا ادعولي، يلا ان شاء الله كله خير وكله سهل وكله بسيط وبمر على خير وبطلع وانا مبسوطة. يا هلا اصدقائي كيفكم، رجعت هلا من الامتحان وشايفيني حتى صوتي رجع تمام، الحمد لله حلينا منيح كتير بالفيزياء، الحمد لله يا رب. يعني لحد هلا حاسه انه حالي كله منيح، حاسه هيك خلص هم وبعد. الفيزياء كان موضوع شوي دسم
وهلأ تبقى علينا عربي بكرة وبعده كيمياء وبعده إجازة تغلبنا عليه. أعطيكم العافية.